السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله من جديد. معكم محمد عبيد من قناة محمد تك. في الفيديو السابق تحدثنا عن المكونات العامة للمذر بورد، ووقفنا عند بعض مكوناتها الرئيسية وتكلمنا عنها بشكل عام. اليوم إن شاء الله حنبدأ نفصل في هذه المكونات الخاصة بالمذر بورد. أول مكون من هذه المكونات الخاصة بالمذر بورد اللي هو اللوحة الإلكترونية، أو اللي بنحكي عنها وبنقول عنها PCB Printed Circuit Board، هذه اللوحة الإلكترونية اللي أنا بقصدها. وعشان يكون شغلنا صح، من المفترض أنه نعرف إيش المراحل اللي مرت فيها اللوحة الإلكترونية وتطورها، لأنه 5 مراحل أو 4 سبقات اللي هو التكوين النهائي الموجود. أول ما بدأ التفكير في تصنيع اللوحة الأم كانت أفكار تجميعية بسيطة، يعني كانت في بدايتها أنه يتم تجميع القطع الإلكترونية على مادة عازلة زي مثلا الكرتون أو الأبلكاج. يعني مثلا بهذه الشاكلة في قطعة عازلة في أسفل البوردة، في أسفل الكومبوننت الموجودة عندنا، بتم تخريمها مثلا، بتم الكتابة عليها والرسم وتوصيل اللي هو البوردز الموجودة، زي مثلا برضو هذا اللي هو الشكل. المرحلة الثانية اللي مرت فيها اللي هو انه يستخدم لوحة اسمها برينتد بورد، لوحة اللي هي التجارة. هذه هي اللي هي البريد بورد، لوحة التجارب. ولوحة التجارب احنا بنستخدمها لعمل تجارب، يعني لدائرات ممكن انها تكون مؤقتة، او لاختبار صحة التوصيلات، او لتجربة فكرة معينة، دون ما انه احنا نعمل سولدرنج او الحام لهذه المكونات المكونة للدائرة. فهمها بسيط، هذه اللوحة البريد بورد اذا لاحظنا في منطقة علوية ومنطقة سفلية ومنطقة وسط. المنطقة العلوية اللاين من هان لعند 1 2 3 4 5، الخمسة باكج اللي هان، هذا لاين واحد، اللي منه تحت لاين واحد. انا اضطريت افك واحدة حتى انه تلاحظوها، هيو لاين واحد. طبعا العلوية مثل اللي هو السفلية نفس الشيء، هيو لاين واحد لعند منطقة الدبليو، أنا برضو بصير لاين ولاين آخر نفس الشيء. زي ما أنتم ملاحظين المنطقة الوسطى اللاين رأسي وليس أفقي، اللاين رأسي، كل لاين أنا كونكتد مع بعض، هنا هاي نفس الشيء، هذا هي نفس الشيء. طبعا بالامكان زيادة وانقاص اللي هو البورد هذه نفسها، ممكن انه انا ازيد وانقص منها زي ما ايش ما بدي، يعني بزيد واشيل، وممكن استخدم فقط اللي هو البورد الوسطاني، ممكن يعني اعمل تجميعة كما بالشاكلة. هذا بالنسبة اللي هي لوحة التجارب اللي حكينا عنها، اللي هي الطريقة الثانية بعد طريقة اللي هو الكرتون أو الأبلكاج. الطريقة الثالثة اللوحة المثقبة. هذه هي اللوحة المثقبة زي ما احنا شايفين، اللي هي اللوحة المثقبة عبارة عن لوحة معزولة زي ما احنا شايفين، هذا عبارة عن عازل ومثقبة بالكامل، مصنوعة من مادة المايكا،
والفروقات أو المسافة بين كل ثقب والآخر يعني حوالي 1 على 100 حتى تناسب جميع مقاييس اللي هو القطاع الإلكترونية المعتمدة عليها. هذه اللي هي الطريقة الثالثة، اللوحة المثقبة. الطريقة الرابعة اللوحة المقلمة، ستريب بورد. اللوحة المقلمة اللي هي عبارة عن لوح من مادة عازلة مثقبة بالكامل زي السابقة، لكن ظهرها مطبوع عليه وصلات نحاسية بتوصل بين صف من الثقوب، يعني مثل هذه اللوحة، أيها لوحة مثقبة زي ما احنا شايفين، وفي عندي ثقوب في كونكشن ما بين يعني هذا السري أو هذا الخط من اللي هو الثقوب. الآن بعد ما امتدت هذه الأربع مراحل أجى النوع الرابع اللي هو البي سي بي، اللوحة الإلكترونية المطبوعة. اللوحة الإلكترونية المطبوعة عبارة عن لوحة معزولة أحد سطحيها ملصق عليه طبقة رقيقة من النحاس اللي هي اللي بنعمل كونكتينج فيها، اللي بنعمل الحام فيها، هذه هي اللي هي البي سي بي. مكونات اللوحة الإلكترونية المطبوعة 4 مكونات رئيسية. المكون الأول لوح صلب من مادة عازلة ومسارات نحاسية بتعتلي هذا اللوح، وطلاء يغطي اللوحة، في طلاء بيغطي اللوحة والقطاع الإلكتروني. هذا هو تكوين اللي هو البي سي بي. طيب مثلا البي سي بي اللي احنا بنقصده اللي هو مثل هذه اللوحة، هذه لوحة بي سي بي خاصة مثلا بالانتل دي جي 31. التكوين تبعها في لوح صلب من مادة عازلة، هذا اللوح مسارات نحاسية هذه الكونكشنز والوايرز، طلاء بيغطي هذه اللي هو المادة، هذا طبعا دبل برنت، وفي أنواع كمان من البرنت واللايرز حنتكلم عنها، والقطع الإلكترونية اللي فيكسد على اللي هو المذر بورد. طب نتكلم عن حاجة من اللي هو المكون. أول حاجة اللوح الصلب. اللوح الصلب هذا عبارة عن لوح من مادة عازلة مقاومة للرطوبة والحرارة، وفي منه عدة أشكال وأحجام، وحتى سمكات سمك، يعني في عدة اختلافات في السمك. أشهر المواد اللي بيصنع منها الألواح هذه الفيبر والمايك. ثاني شيء اللي هو المسارات النحاسية. المسارات النحاسية هي عبارة عن مسارات نحاسية تكونت نتيجة إجراء عدة عمليات، سواء كانت المسارات على طبقة واحدة، يعني مثلا ممكن تطلع الآن على طبقة واحدة موجودة، أو على طبقتين، يعني ممكن يكون دبل برنت موجود كونكتنج هنا معين وكونكتنج آخر، فممكن يكون المسار على طبقة أو طبقتين أو أكثر. هذه المسارات تمثل عملية التوصيل بين القطع الإلكترونية، هذه المسارات توصل بين الكومبوننت مثلا هذه وهذا، بين تشيب هذا وتشيب هذا، هذا اللي بنقصد فيها اللي هي المكون الثاني من البي سي بي، المسارات النحاسية. الآن الطلاء اللي هو رقم 3، الطلاء اللي بغطي اللوحة، الطلاء هذا نوع خاص من أنواع الطلاء، بتم طلاء اللوحة والمسارات حتى يحميها من العوامل الخارجية، من التآكل، من التكلس، من الضرر، من التأكسد النحاسي، فبتم طلاءها
بهذا الطلع. رابع شيء اللي هو الالكترونيك كومبوننت او القطع الالكترونيه. فالقطع الالكترونيه اللي بتم تركيبها على هذه الرقيقه، وفي نوعين من القطع الالكترونيه. واحد القطع الالكترونيه ذات الارجل النافذه اللي بنقول عنها ثرو هول، ولها كمان اسم ديوال اونلاين باكج. فبتلاقي انت لها اطراف تنفذ من البورده، هذه هي القطع الالكترونيه اللي بنقول عنها لها اختصار برضه اللي هو دي اي بي، او بنقول عنها الدب. النوع الاخر بنحكي عنه القطع الالكترونيه السطحيه الاس ام دي، هذه اللي بتكون كما هذه الاشكال اللي هي مثبته فوق سطح اللي هو طبقه النحاس، قطع بتثبت ارجلها فوق الطبقه السطحيه دون الحاجه لاجراء ثقب في اللي هي اللوحه العازله. طبعا الان الشغل كله صار الان سيرفيس او سطحي على سطح اللي هو البورد نفسه. طيب وين احنا ممكن نشوف او نلاقي اللي هو اللوحات المطبوعه؟ زي ما احنا شايفين ممكن تلاقيها في اللي هو مدار بحثنا وشغلنا، اللي هو في المذر بورد الخاصه بالحاسب، ممكن نلاقيها في اليو بي اس، في الشاشه، في الريموت كنترول، وان ما في الكترونكس وفي حداثه راح تلاقي اللي هو البي سي بي. طيب انواع اللوحات المطبوعه، في عندنا ثلاث لوحات. في لوحه مكونه من طبقه واحده، يعني لاير واحد وكونكشن واحد فقط. فهذه اللوحة المطبوعة المكونة من طبقة واحدة بنقول عنها سنجل لاير، بحيث انه هذا النوع من طبقة عازلة ملصق فيها اللي هو طبقة نحاس من جهة واحدة فقط. يعني ممكن نقول زي هذه ون لاير، هذا هي زي هيك سنجل لاير. النوع الثاني بتكون من طبقتين من النحاس، طبقتين من النحاس، وهذا بنقول عنه دبل لاير. النوع الثالث طبعا حيكون ايش؟ مالتي لاير، بتكون هذا من عدة طبقات موجودة، بتلاقيه زي الساندويش، عدة طبقات لها سمك اقل، بتم تجميع بعضها مع بعض بواسطة الضغط عشان يتكون ما يسمى باللوحات متعددة الطبقات. طبعا في اللي هو عشان احنا نصمم دائرة ونصمم شغل، اذا كان شغل عالمي في له معايير بنقول عنها اللي هي قياس انظمة القياس المستخدمة في التصميم، تصميم اللايرز هذه في لها معايير عالمية افرزتها اللي هي منظمة عالمية متخصصة في الدوائر اللي هي الاي بي سي 2221. هذه في معايير خاصة بتصميم اللي هو اللايرز، وبتعمل لك الأبعاد والمقاييس والإنش بشكل إيش يعني محسوب وبشكل مدروس. طيب بالنسبة لطرق تصنيع اللوحات المطبوعة عندنا طريقتين رئيسيتين. الطريقة الأولى بالنقل المباشر للمسارات للويرز، الطريقة الثانية بالنقل غير المباشر. الطريقة الأولى فيها ثلاث وسائل، الطريقة الثانية أيضا بها ثلاث وسائل. الطريقة الأولى النقل المباشر، فيها الوسيلة الأولى باستخدام قلم الطلاء، الوسيلة الثانية باستخدام ورق البستل، الوسيلة الثالثة آلة الحفر اللي هي السي ان سي. إذا بدنا نأخذ طريقة فموجود عندنا اللي هي ممكن نشتري لوحة بهذا الشكل، فيها اللي هي العازل وفيها طبقة النحاس. بروح أولا لنا نصمم الدائرة على أي برنامج من برامج اللي هو تصميم الدوائر، زي مثلا اللي هو البروتاس، وبروح لنا طبعها وعكسها على اللي هي طبقة النحاس. لكن بين الورقة هذه
وبين طبقة النحاس بدي أضع اللي هو ورقة كربون، عشان أجيب قلم عادي واروح لنا راسم المسارات المرسومة والمعكوسة على النحاس. عندي الرسمة، طبقة الكربون، النحاس، بخطط عليها من جديد حتى انها تترك اثر على النحاس، وبشيل هذه الورقة المطبوعة وطبقة الكربون، وبعد هيك بجيب اللي هو قلم الطلاء وبأعيد رسم هذه المسارات. بعد هيك بحطه في احد الاحماض اللي بتروح اللي هي متخلصة من طبقة النحاس الزائد، وبتبقي مسارات التوصيل فقط. طيب الآن الطريقة الثانية، أنا مش موجود عندي اللي هو ورق الباستيل. الطريقة الثالثة في اللي هو آلة الحفر الموجهة. آلة الحفر الموجهة هذه عن طريق اللي هو الحاسوب اللي احنا بنقول عنها ماكينة السي ان سي، يعني ممكن لوحة زي هيك معمولة على اللي هو السي ان سي، ممكن تعمل بشغل افضل واحسن شوية، تنعمل يعني احسن من هيك. الطريقة الرئيسية الثانية، النقل غير المباشر، في ثلاث طرق يعني للعلم فقط، اللي هو اولا طريقة النقل الحراري للمسارات، وهذا بيستخدم ورق اسمه PMP. اثنين، طريقة النقل الضوئي. ثلاثة، اطار الحرير او اللي هو الشبلونة. يعني حبيت في هذه المحاضرة انه احكي بشكل عام عن اللي هي مكون رئيس ومهم من مكونات الحاسب، من مكونات المذر بورد اللي هو اللوحة المطبوعة، اللوحة الالكترونية المطبوعة PCB. ان شاء الله رب العالمين تكون المحاضرة اعجبتكم، وما تنسانا من لايك من سبسكرايب، حتى انه احنا ان شاء الله نستمر. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.